أهلا بكم من جديد. تعرض رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لذبحة صدرية للمرة الرابعة في محبسه، والتي كانت الأسوأ ولم يستجب أحد من إدارة السجن، وذلك بحسب ما نشره ابنه على صفحتي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. يشار إلى أن أبو الفتوح محتجز منذ منتصف فبراير الماضي على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة لم تحددها النيابة ونشر أخبار كاذبة. وينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الناشط السياسي إسلام لطفي. أستاذ إسلام، أرحب بك معنا. ابتداء، هل لك تعليق على فكرة عدم أو تعنت إدارة السجن مع عبد المنعم أبو الفتوح ونقله رغم حالته الصحية وعدم نقله رغم حالته الصحية إلى المشفى للعلاج؟ اهلا بيك. الحقيقه حاله التعنت دي هي ليست مستغربه على النظام المصري الحالي، واللي يبدو لي ان هو بيستجلب اساليب تعامل النظام النازي مع بعض المعارضين كويس والاقليات في منتصف القرن العشرين. يعني الدكتاتوريات عبر القرن العشرين تطورت حتى عن الممارسات اللي بيمارسها النظام المصري الحالي. الحقيقه انا مش قادر افهم سر حاله التعنت مع معارض سياسي علمي يتكلم في الوضوح والعلم زي الدكتور عبد المنعم مفتوح او غيره من عشرات ومئات المعارضين السياسيين اللي موجودين. الحقيقه في حاله استهداف واضحه بين اتجاه الدكتور عبد المنعم واتجاه نائب رئيس الحزب محمد الأطباق من ناحيه التعميه بخصوص اي معلومات عنهم. انا من هنا بقول خلينا نضطرب ان كل دي مبالغات، وان احمد ابو الفتوح بيدعي بخصوص حاله والده، وان ايمان البديني بتكذب بخصوص حاله زوجها محمد الأصفاد. بنطالب السلطات المصريه ان هي تكشف عن حالتهم، تخلي وفد من الحقوقيين يروح السجن ويكشف لنا كذب هذه الادعاءات، فيطلع يقول ان عمنا الفتوح سليم، ان محمد الأصفاد مش في حبس انفرادي، وان الناس ما بتموتش في السجن، وان في حد ادنى من الرعايه الطبيه والصحيه في السجون المصريه. ولكن اللي بيحصل حتى هذه اللحظة إن على طول في حالة من حالات استبدال العقوبة القانونية الجائرة وتسييس القضاء، إن هو يطلع أحكام بخصوص المعارضين بإن هم يسيبوا الناس يموتوا في السجون، أو إن هم يضعوهم تحت ضغوط نفسية وعصبية وصحية واستغلال حالتهم الجسدية تمام للقضاء على المعارضين. طيب، ده معناه إسلام أن ما يقول البعض عن محاولة قتل بطيء لعبد المنعم أبو الفتوح داخل محبسه، هل من الممكن أن يكون هذا التصور صحيح؟ هو حتى هذه اللحظة بالنسبة لنا وبالنسبة لأي متابع هو تصور صحيح. النظام المصري عايز ينفي هذا الأمر، يسمع يتكلم بجلاء عن حالتهم ووضعهم وظروف احتجاجهم، ويخلي الناس تشوف، ما يحطهمش في حبس انفرادي، يخلي محامينهم يتصلوا بيهم، ينزلوا جلسات المحكمة، يحصل وفد من مجلس القومي لحقوق الإنسان يروح يعلن للناس، يحصل وفد حقوقي يروح يسمحوا لهم بالعرض على أطباء. ولكن اثنين بيعانوا من أمراض مزمنة ودائمة وهي مصنفة في كل دول العالم المحترمة وغير المحترمة على أنها هي إعاقات مرض السكري، تمام، هو إعاقة جسدية في كل دول العالم، ومريض القلب كذلك إعاقات جسدية إلا في مصر وإلا عند النظام المصري. طيب، أنت تقول أن تصور فكرة أن هناك محاولة لقتل عبد المنعم أبو الفتوح بالبطيء وبمنعه من العلاج رغم تردي حالته الصحية هو محاولة لقتله بالبطيء. السؤال، لماذا؟ لماذا يفعل النظام هذا بعبد المنعم أبو الفتوح؟ لأن هذه هي تركيبة النظام. ده اللي أنا بقيت بيه الكلام، النظام بيسترعي أساليب النازي فعلا. يعني لا أقول دولة ناصر كويس ولا الأنظمة الشيوعية، هو بيوغل في الزمن أكثر من هذا، بيسترعي أساليب نازية انتهت بنهاية الحرب العالمية الثانية. دلوقتي في معارضين سياسيين موجودين في السجون كتير، أبرزهم أعضاء جماعة الإخوان. النظام خلال سنوات نجح في إعادة موضوعة جماعة الإخوان إن هي جماعة إرهابية، و عن طريق أذرع الإعلامية في الخارج وفي الداخل خلاص ثبت هذه الصورة على أعضاء التنظيم. فبالتالي لما بيصدر أحكام إعدام من وقت للتاني وبعد عن الكلام ده وانتعمل بعض العمليات الإرهابية الحمقاء اللي حصلت يمينا أو يسارا، لا أعرف من مسؤول عنها بشكل واضح الإخوان أو غيرهم أو تنظيمات أخرى، ف
بيقدر يطلع احكام اعدام ويتحمل انتقادات الخارج، ولكن في حاله عبد المنعم فتوح او محمد القصاص او عصام سلطان في علامه استفهام كبيره، هيقدر يحكم عليهم ويتخلص من ازعاجهم السياسي ومعارضتهم لممارساته القمعيه ازاي؟ التكلفه بتاعه الحكم عليهم بالاعدام او بمده طويله هي بالنسبه له تكلفه باهظه، فبالتالي بيكون البديل هو عمليه القتل البطيء اللي بتتم، الاهمال الطبي، الاهمال الصحي، استخدام الحبس الاحتياطي كبديل لعقوبات طويله الاجل، ودي كلها تحايلات. ليه هو بيلعب على عامل الزمن؟ ان هو صحتهم مش هتصمد كويس، ان هو ظروف الاحتياجات الشديده في السوق، تمام؟ تقدم اعمارهم في السن. والحقيقه دي خصومه غير شريفه وغير نزيهه، غير نزيهه، ولا يمكن ان تصدر عن دوله، ممكن تصدر عن تنظيم عصابي ولكن ليس دوله. الدوله المصريه طوال الوقت حتى في اشد اوقات استبدادها كان لها اعراف، كان هناك حد ادنى من الحق في التعامل مع المواطنين. أشكرك شكرا جزيلا إسلام لطفي الناشط السياسي، كنت معي عبر الهاتف من لندن.